اجتمعت جماعتين مع بعض، وهذه الجماعات التقت مع بعض تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الشراكة مع الأمم المتحدة لتقنين قوانين تصل إليك هذه القوانين مختومة ومشرعنة من الأمم المتحدة وتفرض في اتفاقيات دولية. ومشوا في ذلك هذه الجماعات، جماعة الشواذ وجماعة النسويات، الحركة الراديكلية النسائية، التقوا مع بعض وأسسوا هذه المجاميع لتغيير أو تفكيك الأسرة، وذلك من خلال مسارين سأدلل عليها الآن. المسار الأول لتفكيك الأسر، طبعا هذا الكلام يشملنا جميعا لأن هذه اتفاقيات دولية توقع ثم تبلور إلى قوانين ثم تفرض إذا أقرت في المجالس النيابية على الدول، لكنها حصل لها أكثر من اتفاق وأكثر من تطوير. المسار الأول لتفكيك الأسرة هو مسار ما يسمى بصرف الشباب عن الزواج، يصرف الشباب عن الزواج، فلا يفكر واحد من الزواج. كيف يصرف الشباب عن الزواج؟ أولا بتشجيع الشباب المراهقين على ارتكاب الزنا وارتكاب الشذوذ وإعلاء صوت الحرية الشخصية. ثانيا بمحاربة الزواج الشرعي المبكر وتجريمه قانونيا، كما في مذكرة واتفاقية الطفولة واتفاقية سيداو واتفاقية نيروبي، بتجريم زواج الطفل بأقل من 18 سنة، واعتبار أن من تزوج من امرأة أو ذكر دون 18 سنة فهو قاصر، وهذا جرم في حق هذا الطفل. ثالثا بإجراء تعزيز حماية حقوق الطفل، أنه له الحق أن يختار الزواج أو الرفض خاصة إذا تجاوز 18 سنة. منع الزواج المبكر الذي يضيع على المرأة فرصة العمل، كما جاء في اتفاقية نيروبي 85 ووثيقة القاهرة 94 واتفاقية بكين 95 التي نصت على منع الممارسات الضارة التي هي من نوع الزواج المبكر والقسري التي تهدد حياة المرأة. التشجيع على الزنا بشرعنته قانونا أو بسقوط العقوبة بالتنازل، وأن المرأة إذا بلغت 21 سنة فلها الحرية أن تتصرف بجسدها كما تشاء، وللشاب أن يمارس الفاحشة بالتراضي مع من يشاء. فلا حاجة لأسرة ولا حاجة لزواج ولا حاجة لبيت والتزامات، إن كانت القضية تقتصر على الرغبة الجنسية فلك أن تمارسها، وقد شرعنت في كثير من الدول وفي كثير من الأماكن. كذلك الاعتراف بأبناء الزنا وأن لا يكون للزواج أي أثر قانوني على الأطفال، كما جاء في اتفاقية سيداو 79، بمجرد أن تحمل المرأة وتضع فيجب على القانون أن يعترف بهذا الطفل وأن ينسب لأمه أو لأبيه إذا رضي، ولا أثر لارتباطهم بالزواج بهذا الطفل الجديد. تقديم كافة الخدمات الصحية الجنسية للولادة والإجهاض للمراهقين، ووسائل تنظيم الحمل من ما يسمى بالسلوك الجنسي الإيجابي المأمون، وتوفير الإجهاض الآمن، كل ذلك أمام أنك أنت ما تحتاج وليس بالضرورة أن تتزوج، فإجهاض آمن موجود، وتسجيل للأطفال موجود، وشرعنة الزنا موجودة، وممارسة الحرية الجنسية موجودة، فأنت لست بحاجة إلى أن تكون أسرة وأن تضع التزامات جديدة على نفسك. دمج هذه كلها قوانين، دمج المراهقات الحوامل في التعليم العام. الآن أي بنت تحمل تفصل من التعليم، خاصة التعليم إلى الثانوية. الآن من القوانين المطلوبة والمشرعة أن كل بنت حامل فإنها تدمج في التعليم وترجع إلى التعليم النظامي. إباحة الدعارة وحمايتها قانونا ومجتمعيا، تقنين الشذوذ أو ما يسمى بالهوية الجندرية من خلال إعادة تعريفات الأسرة وتعريفات الإنسان، فلا يعرف الإنسان على أساس جنسه، ولا يعرف الإنسان على أساس نوعه، لا يعرف الإنسان، يعرف الإنسان كإنسان. ولذلك لابد من إعادة هيكلة الأسرة من التنوع، من المهمشين، المجموعات المعرضة للخطر، المحدد على أساس الهوية. كل هذا يجب أن يعاد النظر فيه مرة أخرى. المساواة مع غيرهم، أي هؤلاء المثليين أو من يدعون إلى المثلية يساوون مع غيرهم في الحقوق والقضاء دون تمييز. حمايتهم في حق التعبير وحق اللجوء وإلغاء القوانين التي تعاقبهم، وحقهم في إنشاء جمعيات ومجموعات. هذا المسار الأول الذي مشت به مجاميع في الأمم المتحدة، وهي شرعنة الزنا من خلال تفكيك الأسرة، وشرعنة الحرام من خلال تقليص الرغبة في الزواج، وشرعنة الوسائل البديلة عن الزواج من الممارسات الجنسية وغيرها. المسار الثاني الذي تفكك فيه الأسرة ما يسمى بمسار استقواء المرأة،
دعم المرأة لكي تخرج من منظومة الأسرة، دعم المرأة من أجل أن يكون لها رأيها المستقل، وأنه ليس بالضرورة أن تعيش المرأة مع رجل، وإنما ممكن أن تعيش مستقلة بغير رجل، من خلال دعمها اقتصاديا ومساواتها هذه قوانين يطالب بها، مساواتها بالإرث مع الرجل، ومساواتها مع الرجل في موضوع الطلاق وفي موضوع الزواج، والسماح لها بالعمل غير التقليدي، واستقواؤها سياسيا، أي تقوى المرأة سياسيا، واستقواؤها اجتماعيا، وإلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة تحت مصطلح التمييز أو العنف الأسري أو سن قوانين تلغي طاعة الزوجة لزوجها فيما يتعلق بالاستئذان أو المعاشرة أو السكن أو التعليم أو الإنجاب أو الخروج أو السفر، وإلغاء ما يسمى بالتعدد، وإلغاء سلطة الرجل في التطليق، وإلغاء الولاية على المرأة في الزواج، واستخدام واستحداث ما يسمى بالاغتصاب الزوجي أو العنف الزوجي ضد الزوجة، كل ذلك تحت مظلات حقوق الإنسان أو العنف ضد المرأة أو الصحة الوقائية ضد الإيدز أو التنمية المستدامة أو العمل الإنساني. هناك قوانين تشرع هذه القوانين من أجل تقوية المرأة واستقوائها وانفصالها. إذا تفكيك الأسرة الآن قائم على جانبين، جانب الأول لا حاجة لأسرة، أنت ليش تحتاج أسرة؟ ليش التزام؟ ليش زوجة؟ ليش بيت؟ ليش مصاريف؟ ليش وحدة تتعلق بك؟ ليش امرأة يتسلط عليها رجل؟ البديل ما هو البديل؟ كل شيء مفتوح، إذا حملت فالإجهاض مسموح، إذا حملت تدمج في التعليم العام، إذا حملت هناك عيادات تعالجها، لماذا تعنف؟ لأنها حملت، لماذا تعاقب؟ لأنها حملت، هذا مسار. المسار الثاني إعطاء المرأة حرية أكبر وفرعنتها أكثر واستقواها أكثر سياسيا واجتماعيا. ليش ما تستقل المرأة؟ لماذا لا تكون المرأة مثل الرجل؟ ليش الفوارق ما بين المرأة والرجل؟ لماذا للرجل على المرأة سلطة في الطلاق؟ لماذا له عليها سلطة في الاستئذان، سلطة في السفر، سلطة في الدخول، سلطة في الخروج؟ لماذا لا تكون مستقلة ماليا بفلوسها، مستقلة سياسيا؟ ممكن أن تعيش المرأة لوحدها؟ هذا كله ترى في النهاية المقصود منه تفكيك الأسرة، وبذلك بعد فترة راح ينتهي موضوع الزواج، وستجد أن هناك نسبة عالية من الشباب لا يرغبون في الزواج، ونسبة عالية من الأسر تفككت، والسبب استقواء المرأة، قووا المرأة، عطوها الفلوس، عطوها الحرية، القانون معاها، انفكت المرأة عن الأسرة وانفكت عن مسؤولياتها، ارتفعت نسب الطلاق كثيرة، زادت نسب الطلاق، زاد العازفون عن الزواج، حقها تزوج، العالم كله قاعد تطلق، خلي كذي مرتاح، رغبات الجنسية أعرف أشبعها، رغبات الشخصية أعرف أشبعها، تفككت الأسرة، ضاعوا الأولاد، ضاعت المنظومة الأسرية التي أراد الإسلام أن تكون نواة المجتمع الصالح، هذا الذي يراد له. البديل عن ذلك هو الوعي، أول شيء الوعي، الخطوة الأولى أن نعي ما يراد لنا، وأن نجلس مع أبنائنا وبناتنا ونناقشهم ونعلمهم أن الأسرة هي الكيان الأول وهي البذرة الأولى وهي الحامية وهي السراج، ولولا الأسرة لما جئت أنت، ولولا الأسرة لما صار مجتمعا فاضلا، وهذه الأسرة كما قال الله عز وجل عن الأنبياء وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهي مسير الأنبياء وطريقة آبائك وأجدادك، وأن الزواج هو ليس استعباد كما ترى حال الأب مع أمك مثلا الآن، ليس هو استعباد وإنما هو خدمة وهو تعاون بين الزوجين ومحبة ومودة ورحمة وتبادل منافع ومصالح، فهي تقوم بجانب وأنت تقوم، هكذا يوعى الأولاد حتى يفهم معنى الأسرة. والتجارب السيئة التي أدت إلى طلاق لها أسبابها، وهناك تجارب ناجحة من ناس تزوجوا وعاشوا حياتهم حياة سعيدة، ولا تخلو الحياة من كدر ولا تخلو الحياة من منغصات، هذه سنة الحياة أن يقع البلاء، وهكذا يحبب الشباب ويرغب الشباب في الزواج، وتحبب البنت بالزواج وبالطاعة إلى زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك إنما هو جنتك ونارك، وأنه باب لدخول الجنة، إن المرأة إذا أطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت فرضها قيل لها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.